تعالج مسألة جوهرية في المجتمع الجزائري وهو حماية الاقتصاد الوطني. حماية الاقتصاد الوطني كما هو معروف من جميع أنواعه من فساد وتبييض الأموال. تبييض الأموال اللي نص عليه المادة القانون 2301 المعدل والمتمم من القانون 0501، أي حيث أصبحت هذه الجريمة هي جريمة تبييض الأموال جريمة مستقلة بذاتها، جريمة مستقلة لأن كانت في ظل القانون القديم 0501 كانت إن صح التعبير هي جريمة بالتبعية، يعني لازم تعالج الجريمة الأصلية حتى ننتقل إلى الجريمة تبييض الأموال. الأمور القانون الجديد ما جاء به القانون الجديد 2301 هو جعل من هذه الجريمة جريمة مستقلة. جريمة مستقلة هي لحماية الاقتصاد الوطني، وكما تعلمون أن هذه الجريمة ومحاربتها كان محصور على مستوى جهازين، هو جهاز العدالة وجهاز الأمن أي الضبطية القضائية. ما هو المغزى من هذا اليوم الدراسي هو لمشاركة الجميع المتداخلين في هذا المبدا، منها على وجه الخصوص المؤسسات المصرفية يعني البنكي أو المؤسسات المالية بصفة عامة والموثقين. لماذا الموثقين؟ لأن الموثقين هم أولى بهذه الترانزاكسيون يعني التعاملات ما بين الأشخاص، وهنا يكمن وهنا مربط الفرس أن هذه التعاملات أو تبييض الأموال تكون عادة عن طريقين، طريق إما عن طريق المؤسسات البنكية يعني صرف هذه الأموال بطريقة احتيالية أو بأمور وهمية، أما في العقارات وما يشبه ذلك على مستوى الموثقين. دونك مشاركة الجميع في هذا الملتقى يعني البنكي والموثقين هي لسبب جد محصور، وهو ما يسمى بالتصريح بالشبهة ديكلاراسيون سوبسيون. هذه التصريحات اللي كانت في بعض ولو ان القانون ينص عليها سابقا الا انها في تلاشت هذه الاجراءات واصبحت غير معمول بها. دونك احنا من هذا الملتقى ومن هذا النقاش اللي راح يصرى اثناء هذه الملتقى راح نبينوا للمتعاملين هذه المصالح البنكيه والمصالح الموثقين ان هذه التصريحات ذو اهميه. وثم الحذر عندنا نتلقى في التعاملات ما بين الاشخاص المتعامل ولا سيما بالنسبه للاشخاص اللي نشوفوها ذات ابعاد اخرى اللي هي تمتد الى خارج التراب الوطني او تعاملات. دونك هذا هو المغزى منها. احنا نحاولوا نناقشوا هذا القانون ونوصلوا الرساله، هي نوصلوا رساله القانون، ما نقدروش نناقشوا القانون لان القانون